لكم برنامجنا هذا سميرة سكيتشن، وأقدم لكم أحلى وألذ الوصفات، أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم رح أسوي لكم وصفة خبز عروك. There will be a short recap in English by end of this episode for our recipe today, which is going to be meat bread. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. To purchase my cookbooks, treasured middle eastern cookbook, مختارات من فنون الطبخ, A baking journey. You can email me to order directly from me schola11@yahoo.com or you can order from amazon.com. لتحضير هذه الوصفة أول شيء رح نبدي بتحضير اللحم. الخلطة اللي رح نخلط وياها الأشياء اللي نخلط وياها اللحم، فهنا أنا عندي لحم مفروم ونريد يكون بتقريبا 20% من نسبة الدهن به حتى يكون أكثر طيب، ما نريد يكون كل شيء يابس. لهذا راح أضيف المعدنوس المفروم، البصل الأخضر المفروم، بصلة حجم كبير مفروم، راح نضيف الكمون مطحون، الكركم ترمك، والبهارات. رح نخلط هذه المواد كلها إلى أن تنخلط كل الزين. نقدر نحضر هذه المواد نخلطها كلها سوا ونحضرها قبل ساعتين ثلاثة أو حتى قبل يوم حتى تتبل كل الزين، همينه يكون أحسن. بس إذا ما عندكم وقت، إذا ما تردون تسوون هذه، تقدرون بنفس الوقت مثل ما راح نسوي هسه. نفس الوقت اللي راح نسوي العجين راح نضيف هذه الخلطة كلها للعجين. هسه راح نضيف الماء إلى إناء العجن، وإلى راح نضيف الخميرة والشكر، نتركه لمدة عدة دقائق. راح نضيف الملح إلى الطحين، نضيف اللبن إلى الخليط هذا كله. اللبن راح ينطينا عجينة ناعسة كلش وراح يكون بها طعم أكثر طيب. نبدي بالخلط، راح نضيف الطحين، خلطت المواد كلها مع العجين. هسه رح نبدي بإضافة الخلطة مع اللحم. خلطت المواد كل الزين، عجينة تكون شوية لينة طبعا، ومن نضيف لها اللحم والخضروات هذه كلها بعد تصير أكثر لينة، وإحنا نريدها تكون بهذا القوام. راح نغطيها بقطعة بلاستيك وقماش، ورح نتركها لمدة ساعة حتى تختمر العجينة وطبعا ترتاح همينة بنفس الوقت. ورا ما قسمنا العجين وتركنا حتى يرتاح لمدة نص ساعة تقريبا، طبعا غطيناه. رح نشيل الغطاء النايلون، وهسه راح نفتح العجين. طبعا حضرنا هذه الصواني، دهناها بقليل من الزيت، ندهن ايدنا بقليل من الزيت، رح نفتحها الى ان يكون رقيق كلش. إذا ما عندكم مثل هذه الصواني تقدرون تستعملون صواني عادية، تفتحون العجين حتى يكون تقريبا دائرة قطرها 7 إلى 8 إنشات. شوفون من يرتاح العجين شلون بسهولة ينفتح وماكو أي مشكلة. مسجلة حلقة سابقة ما شويت خبز عروق بالفرن وما خليته بالصواني، طبخته على الجريدل او تقدرون تطبخوه على شكل على المقلايه تكون حاره كلش، همين تقدرون تسووه بنفس الطريقه، بس هالمره راح نطبخه بالفرن. استعملنا نفس المقادير ونفس الاشياء ونفس الكميه، بس راح نشوي بالفرن هاليوم. وهسه خبز عروك حاضريه حتى نشوي بالفرن. حمينا الفرن 450، راح نشوي خبز عروك لمدة 12 إلى 15 دقيقة إلى أن ينضج. نصف خبز العروك واحد فوق الآخر مثل هذا، وطبعا دائما نغطيهم حتى يبقون لينين حتى ما يبسون. وهسه خبز عروك حاضرين يوم حتى نقدمهم. أشكركم شكر جزيل متابعتكم برنامجنا اليوم سميرة سكيتشن. برنامجنا اليوم سوينا وصفة خبز عروك، طبعا خبز كلش طيبية ومميز ويكون مفيد بوقت الفطور الغداء ويا الشاي، وإن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع وصفات ألذ وأطيب. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. Subscribe to my YouTube channel, follow me on Instagram and Facebook, like my videos. Recap for today's episode, we made the traditional Iraqi meat bread. So first of all, what we did is we prepared the filling, which is going to be the meat, onion, parsley, and green onions with some spices, which is the mixed baharat, turmeric, and ground cumin. We mix them all together. And then in the meantime, we prepared the dough by adding the warm water into the mixing bowl. To that we sprinkle the yeast and the sugar. We set it on the side for 5 minutes. Then we added the yogurt. We mixed the salt with the flour, added it to the yeast mixture, and we mixed it to form a sticky dough. And then we added the meat mixture to the dough mixture and mix everything together, set it on the side, cover it, and set it on the side for 1 hour to rise. And then we divided the dough into 10 portions. Of course, you can divide them in any size that you want. And then we let it rest for another 30 minutes. And then we open it up into a thin 8 inches circle, and then we bake them in the oven 450 degrees for about 12 to 15 minutes, and then we stack them and we cover them to make sure they stay nice and soft.